الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخواني المشاهدين، حياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر معنا في المقطع السابق في موضوع الفصل والوصل، مر معنا أقول مواضع الفصل، وباختصار قلنا هذا الموضوع وهو موضوع الفصل والوصل هذا باب من أبواب المعاني في باب البلاغة، وهو خاص بعطف الجمل بالواو فقط، وقد سبق بيانه في المقطع السابق. وذكرنا المواضع التي يجب فيها الفصل، ولما نقول الفصل معناه أن تعطف الجمل بدون ذكر الواو، من غير ذكر الواو. والآن سنتكلم عن القسم الثاني وهو مواضع الوصل. ومواضع الوصل يعني المواضع التي يجب فيها ذكر الواو، يعني أن تعطف بين الجمل بالواو. وكما هي العادة دائما نبدأ على بركة الله بذكر القاعدة ثم نرجع إلى الأمثلة. قال القاعدة: يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. أولا، إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي، يعني الآن كما سيأتي معنا في باب المثال، إذا كان عندك مثلا مبتدأ وكان له خبر على شكل جملة وخبره جملة، فهذه الجملة حكم الإعراب ماذا؟ هي في محل الرفع، ثم عطفت عليها جملة أخرى يعني هي في المعنى تعد كالخبر الثاني أو تعد خبرا ثانيا. في هذه الحالة كيف نعطف الجملة الثانية على الأولى؟ هنا يجب أن نذكر الواو. قال: يجب الوصل بين الجملتين في ثلاث مواضع. أولا، إذا قصد إشراكهم في الحكم الإعرابي، فتكون الجملة الأولى أو الجملة الثانية معطوفة على الأولى لأنهما يشتركان في الحكم الإعرابي، يعني كلاهما حكمه ماذا؟ الرفع، لأنه خبر للمبتدأ الأول طبعا، وهي في باب الإعراب لا تعرب خبر ثاني لأنها معطوفة بالواو، لكن من حيث المعنى هي بمثابة الخبر الثاني لأنها تتعلق بالمسند الأول، وسيأتي معنا المثال. الحالة الثانية: إذا اتفقتا، يعني الجملتين خبرا أو إنشاء، وكانت بينهما مناسبة تامة، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. فالحالة الثانية هذه جمعت ثلاثة أشياء: الأمر الأول أن تتفق الجملة الثانية مع الأولى من حيث الخبر والإنشاء، يعني كأن تكون الجملة الأولى خبر والثانية خبر، لكن هذا وحده لا يكفي. قال: وكانت بينهما مناسبة تامة، يعني كأن يكون موضوعهما واحد أو يتحدثان عن مسند واحد، شخص واحد، إنسان إلى آخره، المهم أن تكون بينهما مناسبة تامة، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، يعني إذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة يجب الوصل بالواو. أعيد: إذا اتفقت الجملة الثانية مع الأولى من حيث الخبر والإنشاء، وكانت بينهما مناسبة تامة، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، فهنا كذلك يجب الوصل بالواو. بقي معنا القسم الثالث أو الموضع الثالث. قال: إذا اختلف خبرا وإنشاء، يعني الجملة الأولى مع الجملة الثانية اختلفت خبرا وإنشاء، وأوهم الفصل خلاف المقصود، يعني لو فصلنا لا توهم السامع أو المخاطب خلاف المقصود، فهنا يجب الوصل بالواو. وكما قلت بالمثال يتضح المقال، نرجع للأمثلة حتى يتضح لنا أكثر هذه الصور الثلاث. قال أبو العلاء المعري الأمثلة: قال أبو العلاء المعري: وحب العيش أعبد كل حر، وعلم ساغبا أكل المراعي. لو تأملت في هذا البيت وجدت أن المبتدأ وهو حب العيش، ما هو خبره؟ وحب العيش، هذا مبتدأ، خبره أعبد كل حر، أعبد كل حر، فأعبد هذا فعل، فاعله ضمير مستتر يعود على حب العيش هكذا. لكن هناك جملة أخرى هي كذلك تخبرنا عن هذا المبتدأ، وهي: علم ساغبا أكل المرار. فعلم هذا كذلك فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر يعود على حب العيش، يعني المؤلف أو الناظم
والشاعر أخبرنا عن حب العيش هذا المبتدأ، أخبر عنه بخبرين، الأول قوله أعبد كل حر، والثاني علم ساغبا أكل المرى. فلما كانت الجملة الأولى في محل رفع خبر والجملة الثانية لها نفس الحكم، عطفنا بينهما بالواو. طبعا الجملة الثانية لا تعرب خبر ثاني لأنها معطوفة بالواو، لكن في المعنى من حيث المعنى هي خبر ثاني، خبر آخر. اصطلاحا إذا جئت تعرب هذا البيت لا تقول الجملة الثانية في محل رفع خبر ثاني، وإنما تقول والجملة الثانية هذه في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة الأولى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لكن من حيث المعنى هي مشاركة للجملة الأولى في الحكم الإعرابي، يعني في معناها خبر ثاني مرفوع كما يرفع الأول. فهنا لابد أن تذكر الواو، لابد من الوصل بالواو، لأن المؤلف أو الناظم أو الشاعر أراد أن يشرك الجملة الثانية بالجملة الأولى في الحكم الإعرابي، هذا الموضع الأول. وكذلك قال أبو الطيب وللسر مني موضع، موضع هذا نكرة مبتدأ مؤخر، والنكرة هذه وصفت بوصفين. الوصف الأول جاء جملة وهو قوله لا يناله نديم، هذا الوصف الأول، نعت الأول لهذه النكرة. وكذلك نعته بنعت آخر قال ولا يفضي إليه شرار. فكلا الجملتين لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب، هذه نعوت للنكرة التي تقدم ذكرها. فإذا الجملتان تشتركان في الحكم الإعرابي، تقول لا يناله نديم في محل رفع نعت للنكرة هذه لأن نعت المرفوع مرفوع، والجملة الثانية في محل رفع كذلك لأنها معطوفة على المرفوع. ولما كان موضوعهما واحد يعني من حيث الحكم الإعرابي مشتركان يعني، فلا بد هنا من ذكر الواو، الوصل لا بد هنا من الوصل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أحدهم أو قال هو أبو الطيب يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، يعني هو يخبر عن شخص واحد، هذا الشخص وصفه ما هو؟ يعني هذا مثل يضرب لي الشخص الذي يظن نفسه أنه كبيرا وعظيما ولكنه في الحقيقة ليس بشيء، وهذا يوجد كثير في كثير من الناس. فماذا قال عنه هذا الشخص؟ يشمر للج وهو الماء العظيم الكثير، يشمر له ماذا؟ عن ساقه، يعني هو يرى نفسه أن هذا الماء العظيم الكثير لا يتعدى ساقيه، لذلك وشمر عن ساقه فقط حتى لا تبتل ثيابه. وحقيقة يعني هذا ظنه، وحقيقته وحاله أنه يغمره ذلك الموج الصغير الذي يطرأ على الساحل. فإذا لاحظ أن أولا الجملة الأولى تتفق مع الجملة الثانية من حيث الخبر، يعني كلا الجملتين خبر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بينهما مناسبة تامة لأنهما يتحدثان عن شخص واحد، يعني الشخص هذا هو حاله، له كذا وله كذا، خبره كذا وخبره كذا، ولا يوجد مقتضى يعني يمنعنا من الوصل. فهنا يجب الوصل، يجب ذكر الواو. لذلك قال الشاعر يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. وقال بشار ابن برد وأدني يعني قرب إلى القربى المقرب نفسه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم. فهنا الجملة الأولى طلبية والجملة الثانية طلبية، فهما متفقتان. وكذلك بينهما تناسب لأن الشاعر ينصحك بأن تفعل هذا وهذا، يعني أن تجمع بين الأمرين. قال ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم، يعني بعض الناس مريض بعدم كتمان الأسرار، وهذا موجود في كل يعني في موجود بكثرة. فالإنسان إذا عرف من شخص أنه لا يكتم السر فهذا لا يقربه ولا يحدثه عن الأشياء التي من خصوصيته، يعني حتى لا يستيقظ في الصباح وخبره منتشر في
في كل بيت. على كل حال، إذن الشرط الأول وهو أن الجملتين اتفقتا خبرا وإنشاء، كلاهما إنشاء، كلا الجملتين إنشاء، وبينهما مناسبة تامة. والأمر الثالث أنه لا يوجد مقتض يعني يمنع من الوصل، فهنا يجب الوصل وهو ذكر الواو، وهذا الموضع الثاني. بقي الحالة الثالثة والموضع الثالث، وهو أن يقول القائل لا وبارك الله فيك، تجيب بذلك من قال هل لك حاجة أساعدك في قضائها مثلا، فتقول له لا يعني ليس لي حاجة، وبارك الله فيك تدعو له. فهنا اختلفت الجملة الأولى والجملة الثانية في من حيث الخبر والإنشاء. قد يقول قائل أين الجملة الأولى؟ هو قال لا فقط، لكن لا هذه يعني يقولون أهل البيان أن السؤال معاد في الجواب، مكرر في الجواب، يعني كأنه قال لا حاجة لي لتساعدني فيها، فهي تعتبر جملة. كلمة لا هذه هي في الحقيقة جملة. وبارك الله فيك، تخيل لو أنه قال لا بارك الله فيك، فالسامع أو المخاطب ماذا يظن؟ يظن أن الرجل يدعو عليه يقول لا بارك الله فيك. فهنا قال إذا كان ترك الواو يوهم خلاف المقصود، فهنا لابد من ذكر الواو، لابد من الوصل حتى يكون الكلام مفهوم، تقول لا وبارك الله فيك. أما إن قلت لا بارك الله فيك هذه مصيبة يعني. كذلك في المثال الثاني تقول لا ولطف الله به، تجيب ذلك عن من قال هل أبل أخوك من علتي، يعني هل شفي أو تعافى. فلو قلت مثلا لا لطف الله به، قد يتعجب الرجل يقول كيف هذا يدعو على أخيه لا لطف الله به، لكن هنا الواجب أن تقول لا جوابا على سؤاله، هذه الجملة الأولى، ثم تأتي بالواو لتفصل بين الجملتين وتقول لا ولطف الله به. هذا هو الكلام الفصيح وهو الكلام البليغ أيضا. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في تقريبا بعض هذه الأشياء، ولا أدعي أني يعني بلغت الكمال، لذلك أرجو ممن له أي إشكال أو استفسار أن يكتبه في التعليقات. وبارك الله فيكم جميعا، ووفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.